أعزائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العنبري ومني لكم أطيب تحية، والجولة الثالثة لنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه المرة من الولاية الذهبية، إنها كاليفورنيا. في رحلتي هذه إلى كاليفورنيا سأقوم بتغطية بعض من معالم مدينة سان فرانسيسكو وعجائب الطبيعة في شمال كاليفورنيا، مثل شلالات يوسيميتي وغابات السيكويا العملاقة وشواطئ كاليفورنيا المنعشة. صراحة المنظر يعجز اللسان عن وصفه، ولطالما حلمت أن أتي إلى هذا المكان والتصوير فيه، والحمد لله الله حقق حلمي. الآن ترون منظر لجسر جولدن جيت، أيقونة سان فرانسيسكو العظيمة. استغرق بناء جسر جولدن جيت 4 سنوات، من عام 1933 وحتى افتتاحه للمركبات عام 1937. أما طول الجسر فيبلغ 2737 متر، وكان حينها أطول جسر معلق في العالم، أعطى أمريكا أيقونة رائعة. لكن الآن هناك جسور معلقة كثيرة أطول منه في العالم، كجسر أكاشي كايكو في اليابان، وجسر جناق قلعة الذي تم افتتاحه من يومين في تركيا. من على إحدى التلال الخضراء في مدينة سان فرانسيسكو، وهذه التلة الخضراء مقابلة البيوت الملونة، إحدى أيقونات سان فرانسيسكو الجميلة، الملقبة هنا ب The Painted Ladies، أو النساء الملونات إذا ترجمناها بالعربي. سميت بهذا الاسم ربما بسبب أناقة هذه البيوت وتصميمها الفيكتوري وألوانها الزاهية. بناها يعود إلى نهاية القرن 19 للميلاد. من حديقة سان فرانسيسكو النباتية أو سان فرانسيسكو بوتانيكال جاردن، تأتي من ضمن حديقة أكبر تعرف باسم حديقة جولدن جيت. مساحتها أكبر من مساحة حديقة سنترال بارك في نيويورك. جزء الحديقة النباتية يتطلب منه قطع تذكرة سعرها $10 للشخص الواحد، لكن يا جماعة المنظر هنا لا ينصفه تعليق. هذه حديقة تعتبر متنفس خلاب في قلب مدينة صاخبة. تبلغ مساحة حديقة جولدن جيت 4.1 كيلومتر مربع، وبها عدة أقسام، منها الحديقة النباتية اللي أنا حاليا موجود فيها، وهناك الحديقة اليابانية، الطواحين الهوائية الهولندية، حظيرة الجواميس الأمريكية بايسون، وأكاديمية العلوم، ومتحف دي يانغ، وسأزور بعضها فقط. يا سلام، أينما أمشي في هذه الحديقة أشتم رائحة عطرية منعشة، إنه عبق الطبيعة الناتج من هذه النباتات المتنوعة التي تم زراعتها في هذه الحديقة. قد يسأل البعض منكم الآن، ما أفضل وقت لزيارة مدينة سان فرانسيسكو؟ في رأيي الشخصي أنها مناسبة طوال العام، فالمدينة هنا حيوية ومفعمة بالأنشطة على مدار السنة، لأن الطقس بها معتدل، كونها مبنية على شبه جزيرة محاطة بالخلجان جهة الشرق والشمال، والمحيط الهادي جهة الغرب، وهذا الأمر يخفف من حدة الحرارة صيفا ومن حدة البرودة شتاء. والله احترت يا جماعة، ما أعرف وين أروح في هذه الحديقة الكبيرة، خلوني أختار يمين. المشي في هذه الأماكن الجميلة أعتبرها مشية عمر، والله يكثر من مشيات العمر لنا ولكم يا رب. على مشارف الحديقة اليابانية، أرحب بكم في الحديقة اليابانية في سان فرانسيسكو، وثمن دخول هذه الحديقة
$10 أمريكي للشخص الواحد. هذه أجمل حديقة يابانية رأيتها خارج اليابان. دخلت إلى حدائق يابانية عديدة حول العالم خارج اليابان، ولكن هذه هي الأجمل. من أمام مبنى أكاديمية العلوم في سان فرانسيسكو، يا سلام، لاحظت أن بعض الأماكن في كاليفورنيا يغلب عليها الطابع التراثي الإسباني، وهذا الأمر ليس بغريب لأن كاليفورنيا كانت جزءا من المكسيك التي كانت مستعمرة إسبانية قبل استقلالها وانضمامها إلى الولايات المتحدة في صيف عام 1846 للميلاد. بعض الأجزاء من مدينة سان فرانسيسكو تذكرني بالعاصمة البريطانية لندن، خاصة جهة الهايد بارك. وأنصح من يأتي لسان فرانسيسكو ألا يستأجر سيارة لتنقلاته داخل المدينة، الأفضل استخدام الأوبر أسهل. أما إذا بيطلع برا على المدينة فما عنده أي مشكلة أن يستأجر سيارة، وأفضل له تكون عنده سيارة. وممكن التنقل في إرجاء المدينة باستخدام السكوتر الكهربائي أو السيغوي اللي تشوفونه الآن أمامكم، هذا هو السيغوي. محطة وقوف حافلة صغيرة أو شاتل ستوب تأخذ الزوار وتنقلهم لأماكن مختلفة في حديقة جولدن جيت الكبيرة. غابات الشجر الأحمر في حديقة جولدن جيت، وسنرى الكثير منها لاحقا وستحدث عنها بالتفصيل. هذه الأشجار المعروفة بطولها الشاهق. هذه هي حظيرة الجاموس الأمريكي المعروف باسم بايزون. يا جماعة هذا الحيوان خطير، جمجمته قوية، يعني إذا نطح جماد مثل السيارة أو حائط عادي يكسره بكل سهولة. ويعيش بكثرة في حديقة يلستون الوطنية في أمريكا. ميدان الاتحاد يونيون سكوير قلب ومركز سان فرانسيسكو، وهنا تكثر الأسواق والمراكز التجارية. كم أكره مراكز المدن الكبيرة في أمريكا، غير نظيفة وغير آمنة، ويتواجد بها عدد كبير من المشردين ومتعاطين المخدرات. لا أنصح أبدا بالإقامة في الداونتاون للمدن الأمريكية الكبيرة ومنها سان فرانسيسكو. أنا شخصياً لا أحب مراكز المدن الأمريكية، والسياحة في أمريكا تعني لي الأرياف ومنتزهات وطنية فقط. وهدفي من زيارة سان فرانسيسكو هذه المرة كمحطة فقط أنطلق منها إلى أرياف كاليفورنيا ومنتزه يوسيميتي الوطني، إلى جانب رؤية الجسر المعلق الذي كان في بداية هذا الفيديو. يوم جديد نكمل في جولتنا في سان فرانسيسكو، وهو يوم ذو طقس جميل ومشمس، ومن أمام قصر الفنون أحد المعالم السياحية المهمة في مدينة سان فرانسيسكو. يعود إنشاء هذا القصر في عام 1915 للميلاد، وأعيد بناءه ما بين عامي 1964 و 1974 للميلاد.
القصر به العديد من قاعات عرض الأعمال الفنية من لوحات ورسومات وتحف وغيرها أو غاليريز، ولكن بسبب ضيق الوقت سأكتفي بتصوير القصر من الخارج. المكان هنا في غاية الجمال، وفي أمريكا بشكل عام كلما ابتعدنا عن مراكز المدن الكبيرة كلما كانت الأوضاع والأجواء أجمل وأأمن. الأحياء التي تأتي خارج مركز مدينة سان فرانسيسكو جميلة جدا، أنيقة، والبيوت بها تحمل الطابع المكسيكي في تصاميمها وبنائها. واضح جدا أن قصر الفنون في سان فرانسيسكو تم بناءه على الطراز الروماني. هذه أعمدة رومانية لها تيجان تشبه تلك الموجودة في روما في إيطاليا. هذه هي الدراجة الكهربائية المعروفة باسم سكوتر، بإمكان الزوار استئجارها والتنقل بين مختلف أنحاء مدينة سان فرانسيسكو. بعدما كنا في شمال غرب سان فرانسيسكو حيث قصر الفنون، الآن في الضاحية الشمالية من سان فرانسيسكو التي تعرف باسم مرفا الصيادين. هذه المنطقة مشهورة بوجود عدد كبير من مطاعم المأكولات البحرية. مطعم تشاودر هات يقدم شوربة كلام تشاودر، معروفة إحدى شوربات المأكولات البحرية، وتشتهر بها منطقة فيشرمان وورف ومرفأ الصياد. شوربة الكلام تشاودر التي تشتهر بها مدينة سان فرانسيسكو، سعر الشوربة 11 دولار أمريكي شامل الضريبة. مرفأ الصيادين فيشرمنز وورف، وهنا توجد سفن الصيد وأخرى سفن الجولات السياحية تأخذ الركاب في جولات على خليج سان فرانسيسكو. وهناك جزيرة صغيرة مشهورة عالمياً بسبب احتوائها على سجن كانوا يسجنون فيه أخطر مجرمين أمريكا، أما الآن السجن عبارة عن متحف ومعلم سياحي. أعزائي المشاهدين، نأتي الآن لختام جولتنا في مدينة سان فرانسيسكو، واتمنى أن الجولة قد نالت إعجابكم، وإذا كانت ذلك لا تنسون الضغط على زر اللايك ونشر رابط الفيديو، وإذا أردتم المزيد يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات والمتابعة في الانستغرام وتويتر، حيث أن حساباتي في الانستغرام وتويتر تحتاج منكم دعم كبير. إن شاء الله ألتقي معاكم في الجولة القادمة والخاصة بتغطية منتزه يوسيميتي الوطني وشواطئ كاليفورنيا المنعشة. وإلى ذلك الحين، أنا خالد العنبري، مني لكم جزيل الشكر والتقدير على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.